مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج نهايه الاسبوع نستعرض خلالها اهم وابرز الاحداث محليا وعربيا وعالميا. وسعدنا ان يصاحبني فيها في هذه الحلقه الكاتب الصحفي الاستاذ عاطف عبد الغني بدار المعارف. اهلا بحضرتك استاذ. حضرتك طيب؟ كل سنه وحضرتك طيب والساده المشاهدين بخير يا رب. نبدا الى ملفاتنا بالنشاط الرئاسي، فقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه قبرص في اول زياره للرئيس القبرصي بعد انتخابه رئيسا لقبرص في فبراير الماضي. وبحث الزعيمان مختلف مسارات أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها. خلينا نتابع المزيد من نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال هذا التقرير. تزامنا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم عدد من قيادات القوات المسلحة بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين، كما شارك سيادته عددا من شيوخ قبائل سيناء ورجال القوات المسلحة مائدة الإفطار. وخلال اللقاء وجه سيادته التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن، مجددا عزم الدولة على مواصلة برامج التنمية في سيناء. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة والتقى مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جانبا من اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تعقد بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية. وأكد سيادته حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة بعد اجتهازهم للتدريب والتأهيل الشامل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة جدة، حيث التقى مع شقيقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة من الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات للمشاركة في قمة المناخ كوب 28 المقررة بدبي ديسمبر المقبل. جاء ذلك خلال استقباله لسفيرة الإمارات في القاهرة، والتي أكدت حرص بلادها على الاستفادة من تجربة مصر في استضافة القمة السابقة كوب 27. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث أكد سيادته حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع العراق في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية والشعبية. على جانب آخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لمواصلة التعاون مع بنك التنمية الإفريقي خلال الفترة المقبلة، معربا عن تقديره لدوره في دعم القطاعات التنموية بالقارة الإفريقية. جاء ذلك خلال استقباله لرئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي والوفد المرافق له، والذي أشاد بتجربة مصر التنموية خلال السنوات الماضية. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا مره ثانيه، برحب بضيفي في الاستوديو استاذ عاطف. استاذ عاطف، خليني في البدايه اتكلم على يعني العلاقات المصريه القبرصيه وزياره الرئيس القبرصي لمصر في هذه الفتره، خاصه نحن نتحدث عن يعني ازمه في الطاقه وملفات كثيره يعني يشهدها العالم هذه الايام. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني خلينا نقول هذه هي الزياره الاولى للرئيس القبرصي المنتخب لمصر. مصر خلال السنوات ما بعد 2014 30 يونيو 2014 انفتحت على الدول الجوار الاقليم والدول الشمال الاوروبي. ان مصر مدت جسورها بالتعاون مع الدول الشرق المتوسط تحديدا، تم ترسيم الحدود بيننا وبين عدد من هذه الدول لامكانيه الاستفاده من الثروات الموجوده في البحر المتوسط تحديدا، الغاز وغيره. مصر كانت بتقدم مثال جيد جدا في علاقتها مع اليونان وقبرص تحديدا بعد ترسيم الحدود، وبعد يعني مسانده مصر للقضايا هاتان الدولتين تحديدا يعني بشكل معلن وبشكل قوي. هذا ياتي في اطار الدبلوماسيه المصريه اللي بتعمل على اولا تصفير كل او يعني مش عايز اقول تصفير المشاكل، ان شاء الله مصر ما لهاش مشاكل تقريبا مع حد من دول العالم الان. يعني
لكن ايضا مصر حريصه على انها تستفيد بكل مواردها وبكل ثرواتها اللي موجوده في البر وفي البحر. ومن هناك بتمد هذه الـ العلاقات مع دول شرق المتوسط. خليني يمكن احنا بنتكلم على يعني قياده جديده لقبرص، يعني ممكن حضرتك اشرت الى مساله ترسيم الحدود ما بين مصر وقبرص واليونان، ويمكن حتى من كلام حضرتك كان دايما الزيارات بتبقى ثلاثيه يعني. بالظبط كده. المره دي على اعتبار انه رئيس يعني قياده جديده. معاهدات. خلينا نتكلم على افاق التعاون في المجالات الاقتصاديه والاستثماريه بين مصر وقبرص خلال المرحله القادمه استاذ عطف. يعني خلينا نقول هي يمكن الطاقه، طبعا مصر عملت المنتدى الشرق الاوسط للغاز، مصر كانت سباقه، مصر بنفس الطاقه مهتمه بيه جدا على كل المستويات، مصر بتعد نفسها انها تكون مرتكز لتصدير الطاقه ليس فقط لمنطقه الشرق الاوسط ولكن للعالم كله، طبعا ليس فقط اقليميا ولكن للعالم كله. ومن هنا بتاتي هذا التعاون الكبير الاقتصادي في هذا المجال تحديدا، خلينا نقول تحديدا، لان مصر يعني لديها ثروه من الغاز، والان احنا يعني بنصدر الغاز المسال طبق كمركز كمان لتسييل الغاز وتصديره، يعني خلينا نقول من هذا المجال، مجال الطاقه تحديدا تبدا الافق التعاون الاقتصادي مع قبرص ومع اليونان، وعايزين زي ما حضرتك تفضلت الاتحاد الاوروبي كمان، الاتحاد الاوروبي وقف طبعا مع الازمه العالميه للطاقه الموجوده للطاقه طبعا. بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه يمكن مصر خلال الفتره الماضيه قاعد اتفاق مع المفوضيه الاوروبيه وبعض دول الجوار كمركز اقليمي لتصدير الغاز. يعني خلينا نتكلم هنا برضو، منذ ايام قليله احتفلت الامه المصريه بذكرى العاشر من رمضان، ذكرى الكرامه والعزه، ذكرى انتصار حرب اكتوبر الذي وافق العاشر من رمضان. يمكن احنا بنتكلم على العاشر من رمضان نتحدث عن تنميه جزء غالي من الوطن وهي سيناء الحبيبه، كنا دايما نستطيع بنتكلم عن اهميه تنميه سيناء ولكن الان نرى خطوات حقيقيه وجاده لتنميه سيناء من خلال مشروعات قوميه كبرى سواء كان في مجال استصلاح الاراضي، في الموانئ، في المطارات. دعنا نشير في البدايه الى زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتكزات الامنيه في شرق القناه في سيناء الغاليه يوم 10 رمضان تحديدا، ورمزيه هذا التاريخ ورمزيه الانتصار الكبير لحياه مصر في العاشر من رمضان 6 اكتوبر 73. السيد الرئيس كان حريص انه يزور ابنائه او ابناء مصر الموجودين في المرتكزات الامنيه وتحدث معهم باريحيه، ويعني يطمنهم كمان على احوال الداخل وعلى احوال مصر. وفي نفس اليوم بيلتقي بقبائل قيادات الجيش وعلى الافطار وعواقل سيناء وقبائل سيناء. طبعا الدور الكبير والمهم اللي لعبوها هؤلاء السيناويين الوطنيين الشرفاء في طول الصراع العربي الاسرائيلي او الحروب العربيه الاسرائيليه في هذه البقعة الغالية من مصر. السيد الرئيس كان حريص وما زال حريص ومنذ أن تولى الحكم والآن ومن قبل والآن على أنه يؤكد على الدوام استمرار التنمية في سيناء وتحويلها من مجرد أرض أو ساحة للمعارك الجبهة الشرقية لمصر إلى أرض مزروعة بالتنمية ومزروعة بالبشر، لأن هذا هو الضمانة الحقية للأمن القومي والعدم عودة الحرب إلى هذه البقعة الغالية من أرض مصر. مصر بتقود مشروع تنموي كبير جدا في سيناء، بدأته بأنها تمد شرايين التواصل ما بين الدلتا وما بين سيناء، ليس الأنفاق الكباري أستاذي العزيز. ومن هنا بدأت كمان يبقى في مشروع تنموي حقيقي، كان في طول عمرنا بنسمع عن جهاز أو أجهزة لتعمير سيناء ومشاريع لتعمير سيناء، لكن الأمر كان لا يخرج أو لا يزيد عن أن أنت بتعمل منتجعات سياحية أو غيره أو مشروعات سياحية، لا الآن أنت بتبني مستوطنات بشرية كاملة بما يتناسب مع الإمكانيات الموجودة لسيناء والبشر الذين يسكنونها، أنت بتعمل مزرعة بالأرض بالمصنع بغيره، أنت يعني عايز تعمر هذه البقعة التي يعني تساوي جزء كبير من أرض مصر. يمكن احنا بنتكلم على تعمير سيناء اللي زار هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، كان بيشوف في يعني من مكان يعني من بعد كبر السلام لغاية
يعني مناطق كتير بتبقى فيها فراغات وفجوه الان سماء يعني زي ما اشار ضيفي تعمر بالمصانع تعمر بالانسان السيناري المصري واصبحت هناك خطوط اتصال ما بين الدلتا القديمه وسيناء من خلال مجموعه انفاق كبيره. خلينا نتكلم برضو في عندنا الخاصة بالمسائل حرص السيد الرئيس على حضور اختبارات المتقدمين. شفنا السيد الرئيس حضر قبل كده المتقدمين للعمل في وزارة النقل، الآن يحضر اختبارات المتقدمين للتربية والتعليم، وأهمية أن يكون عندنا عنصر إنساني بشري قادر على أن يعني يتقدم لوظيفة من خلال مهارات خاصة أو مهارات يكتسبها أو مكتسبها للتقدم لهذه الوظيفة. يعني بالنسبة لهذه المختبرات أستاذ العزيز، هو في عامل جديد وفي عامل جديد دخل في هذه المنظومة، منظومة الاختبارات أو منظومة كمان التدريب. القطاع الإداري في الدولة هي الأكاديمية العسكرية، الأكاديمية العسكرية الآن حاضرة في وفي بروتوكولات تم توقيعها بين الأكاديمية وبين عدد من الجامعات وعدد من الوزارات للتعاون المشترك، عشان إحنا عايزين نعمل أحسن كوادر إدارية موجودة في مصر. السيد الرئيس بيحضر قبل كده زي ما حضرتك شرفت وقلت التعليم كمان التربية والتعليم بيطمن على خطوات تسجيلهم على الاونلاين او الالكتروني، تسجيلهم الالكتروني على الموقع الالكتروني، اجتيازهم للاختبارات بشفافيه. السيد الرئيس لديه رغبه كبيره جدا انه يبقى التوظيف في مصر طبقا للمعايير وشفاف وبعيدا عن كل الامراض اللي كانت بتصيب هذا الامر من قبل، المحسوبيه والغير، مش عايزين نقول الفاظ تانية صعبة يعني، لكن السيد الرئيس كان دايما ودايما بيعبر عن ده، احنا عايزين نحط الرجل المناسب في المكان المناسب، لان مفيش تنمية ومفيش تقدم الا بهذه الطريقة أكيد. وبهذا الشكل يعني. خلينا نروح لملف اخر، ملف يعني خاص بتطورات الاوضاع في الاراضي المحتلة ومسألة الدعم المصري لسوريا. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع نتحدث باكثر يعني تفصيلا عن هذا الملف. ما زالت حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تمارس انتهاكاتها السافرة في الأراضي المحتلة، فقد قامت الشرطة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى الشريف وصحب ذلك اعتداءات سافرة أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين بما فيهم من النساء، من انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية. وقد أدانت مصر بأشد العبارات هذا الاقتحام، واعتبرت مصر أن مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة حرمة الأماكن المقدسة تؤجج مشاعر الغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية على مستوى العالم، مطالبة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات التي تروع المصلين الذين اتخذوا من بيت الله سكنا آمنا في أيام شهر رمضان المبارك. وحملت مصر إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يقوض من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين، مطالبة بتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في وضع حد لتلك الاعتداءات وتجنيب المنطقة للمزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر. في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية سوريا إلى مصر منذ 12 عاما، عقد لقاء ثنائي مغلق بين وزيري خارجية البلدين، عقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصري والسوري، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبحث الجانبان مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والسوري، كما بحث شكري والمقداد التنسيق حول مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تناولت المباحثات سبل مساعدة الشعب السوري على استعادة وحدته وسيادته على كامل أراضيه ومواجهة التحديات المتراكمة والمتزايدة، بالإضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية وأهمية استيفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين وبناء الثقة ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. استاذ عاطف، خلينا نتكلم هنا على ممارسات حكومه نتنياهو المتطرفه التي يعني هي مستمره في مساله يعني الاعتداء على المقدسات الفلسطينيه واستفزاز الشعب الفلسطيني طول الوقت وانتهاك حرمات اسلاميه في فلسطين. الحكومه اللي بتحكم اسرائيل بقياده رئيس الوزراء نتنياهو حكومه قائمه على الائتلاف بيضم عدد من الوزراء اليمينيين المتطرفين الصهاينة الدينيين. الحكومة وهذا الائتلاف هو ائتلاف هش وقابل للتفكك والتحلل في أي وقت، وهذا معناه سقوط الحكومة اللي موجودة برئاسة نتنياهو. من هنا نتنياهو بيدي الضوء الأخضر للمتطرفين ومن الوزراء الموجودين في الحكومة والمستوطنين باقتحام الأقصى. هذا الأمر اللي دأب عليه الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2003 ومرورا بالسنوات ما بعد ذلك، يعني دائما بتستخدم هذه الورقه، ورقه الاقصى تحديدا، بتستخدمها الحكومات الاسرائيليه المتعاقبه منذ هذا التاريخ للتغطيه على عندما يكون لديها مشاكل او ازمات داخليه. في المقابل او في بالتوازي مع هذا برضه اسرائيل بتحاول تدل التغطيه على هذا الامر. طبعا الاقصى حدوته وحكايه لوحدها هنتكلم فيها كتير او ممكن نتكلم فيها كتير، لكن بالتوازي ايضا بيشغل نتنياهو الشعب الاسرائيلي بمحاوله وجود خطر من ناحيه غزه، وبالتالي بيحصل مناوشات مع غزه او الاعتداء على غزه. ده مسار اخر. خليني استاذ اتكلم على مساله الاقتحام المستمر سواء كان من قوات اسرائيليه او قوات هذا الكيان الصهيوني او من جماعات متطرفه لباحات المسجد الاقصى، وكما تعلم ان الاقصى يعني خط احمر كما يقال. يعني هل نحن نشهد او قد نشهد انتفاضة أخرى في ظل هذه الاقتحامات المتتالية للأقصى؟ أنا أتوقع خاصة أن إسرائيل في الطور الأخير أو هو يعني من وجهة نظرهم أنهم اقتربوا كثيرا من تحقيق حلمهم المسياني اللي هو الاستيلاء على الأقصى، أو على الأقل بداية بتقسيمه زمنيا ومكانيا ووضع قدم سوداء إسرائيلية سوداء على هذه المقدسات الإسلامية اللي موجودة في الأقصى، يعني في باحة المسجد الأقصى وحوله. الحلم المسياني بتاعهم اللي هو اقامه هدم الاقصى واقامه المعبد الثالث المزعوم اللي بيقول ان هو كان موجود في هذا المكان، وهذه كلها اساطير تلموديه ليست لها من الواقع شيء، يعني لا تمت للواقع بصله. وده مش انا اللي بقوله، ده البحوث التاريخيه كلها بتقوله او الابحاث التاريخيه بتقوله. من هنا اللي هم متصورين انهم وصلوا الى خطوه كبيره في هذا، ومن هنا بتبدا هذه الاعتداءات وبيتم اعطاء الضوء الاخضر ليها عشان افرض امر واقع على هذه الاماكن المقدسه من خلال الوجود الاسرائيلي فيها. خليني سريعا، اجتماع طارئ لجامعه الدول العربيه هل ممكن ان يؤدي الى تهدئه الاوضاع او الى عمل عربي فيما يخص الاجتماع الطارئ اللي حصل بالامس؟ دعوه من بدعوه من الاردن، لان الاردن هي ليها كانت بتشرف على هذه الاماكن المقدسه اللي موجوده في البلده الشرقيه يعني، ودعم من مصر وعدد من الدول الاشقاء العرب. يعني خلينا نقول ان التحرك الدبلوماسي على مستوى جامعه الدول العربيه مهم ومطلوب، لكن ايضا احنا علينا الان ان ننتبه جيدا ان القضيه يعني تحتاج الى دعم اكثر من هذا. علينا ان نلجا الى وسائل الاعلام المختلفه ونعرف العالم عدالة القضية الفلسطينية وخطورة أن تمضي إسرائيل في مثل هذه الممارسات اللي ممكن تفجر المنطقة كلها إن لم تكن تفجر العالم في لا قدر الله في حرب، يعني محدش يعرف يبقى مداها قد إيه. ننتقل إلى ملف آخر هو الملف السوري. خليني في سوريا أستاذ عاطف، يعني دول المصري كان داعما لمسألة وجود سوريا وأهمية الحفاظ على المؤسسات السورية بغض النظر بقى عن مطالب الشعب، يعني يجب أن تكون مسألة في خوف على المؤسسات وألا يتم هدولة التوحيد. هنا أتكلم على دور المصري وعودة سوريا إلى يعني إلى الأمة العربية مرة أخرى. سوريا رقم مهم جدا في معادلة الأمن القومي العربي أستاذ العزيز. من هنا مصر، يمكن مصر 30 يونيو 2013 ما تخليتش عن علاقتها بسوريا، كانت وان كان يعني كانت سوريا في هذا التوقيت
وما زالت كانت مش موجودة في جامعة الدول العربية أو تم استبعادها من جامعة الدول العربية، لكن مصر كانت على الدوام حريصة إذا نقول من دولة 30 يونيو 2013 أو 2014 بعد الدستور وتولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر كانت حريصة دائما على وحدة الدولة السورية، وحدة الدولة الوطنية السورية، كانت حريصة على أنها تستبدل المصطلح حتى المعارضة المعتدلة بمصطلح المعارضة الوطنية، لأن هم هذه هي المعارضة اللي بتمثل الدولة السورية. كانت مصطلح على الواقع، أو في الواقع كان هناك تعاون بشكل ما ما بيننا وبين المؤسسات السورية. علي المملوك ده حد سياسي سوري يعني مقرب من رئيس بشار الأسد، زار مصر أكثر من مرة، مرتين ثلاثة، وكان هناك تنسيق أمني في بعض الملفات وبعض القضايا. على المستوى الوزاري طبعا الوزير الخارجية السوري كان في مصر منذ أيام قليلة، كان التقى بالوزير المصري وزير الخارجية المصري سامح شكري في ديسمبر في الأمم المتحدة أو في أمريكا يعني في نيويورك. ومن هنا بدأت طبعا مع برضو سامح شكري راح زار سوريا وتركيا بعد زلزال فبراير الصعب يعني. ومن هنا يعني مصر بتدعم الدولة الوطنية السورية، بتدعم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وإلى أحضان العرب مرة أخرى. خليني سريعا وأنا بكلم في الملف السوري، هل الحالة الإنسانية والزلزال المدمر الذي أصاب سوريا يمكن أن يكون، مش عايز أقول حافز، ولكن يمكن أن يكون طريق لعودة سوريا إلى الأمة العربية، خاصة أن هناك دول الخليج أصبحت تتحدث بصورة إيجابية عن سوريا؟ يعني يمكن هذه الأزمة الإنسانية الصعبة جدا علينا كلنا يعني كانت مدخل لأن إحنا السيد الرئيس أولا يتصل بشقيقه بشار الأسد ويعزيه، اتصل طبعا كمان بأردوغان اللي هو رئيس الوزراء أو رئيس التركي أنا آسف. من هنا يمكن يعني المناسبة الصعبة يعني كانت مدخل لأن إحنا العلاقات يعني تبدأ تبقى أكثر دفئا وحميمية، وتعود يعني تبقى مدخل لعودة العلاقات بشكل شامل إن شاء الله. خلينا ننتقل إلى الشأن العالمي وانضمام بريطانيا إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادي، وأيضا تحذيرات الأمم المتحدة من تصاعد الإرهاب في قارة أفريقيا. نتابع التفاصيل في هذا التقرير، فابقوا معنا. أعلنت بريطانيا الانضمام للاتفاق الشامل للشراكة العابرة للمحيط الهادي والذي يضم 11 دولة ويقدر إجمالي الناتج المحلي له بنحو 11 تريليون جنيه استرليني، مما يعني وصول إجمالي الناتج المحلي للمجموعة إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وهو أكبر اتفاق تجاري توقعه المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وهو اتفاق هام جدا بالنسبة لبريطانيا لأنه يسمح لها بالوصول إلى أسواق جديدة لم يكن لديها اتفاقيات معها من قبل. وهذا الاتفاق سيضيف 1,700,000,000 جنيه استرليني للاقتصاد البريطاني، مما يساعد في تحقيق النمو الاقتصادي البريطاني. الإرهاب يتصاعد عبر إفريقيا، هكذا دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر إزاء الأوضاع الأمنية في القارة السمراء مع تنامي الإرهاب والتوتر وتهديدهما للسلم الدولي. وتؤكد المنظمات الأممية أن الإرهابيين والمتطرفين وعلى رأسهم تنظيم داعش والقاعدة والجماعات التابعة لهما استغلوا عدم الاستقرار والصراع لزيادة أنشطتهم وتكثيف الهجمات في جميع أنحاء القارة. وقد أعلنت الأمم المتحدة دعمها الكامل لجهود دول إفريقيا في مكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك في إطار التزامها الدائم بالتعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات الأمنية العالمية. وخلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أهمية تكثيف الجهود الدولية لمواجهة التحديات الأمنية في إفريقيا ودعم الدول الإفريقية في تعزيز قدراتها الأمنية وتحسين الحوكمة وتوفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية. ويرى المحللون أن دائما ما كانت قارة إفريقيا ساحة للصراع على النفوذ بين القوى العظمى، صراع دائما ما كان ظاهره التنمية والاقتصاد لكن باطنه هو الاستغلال قدر الإمكان لمقدرات وموارد القارة. لكن السؤال هنا، لماذا لم تتمكن إفريقيا من الاستفادة من المزايا التي تمتلكها، وهل من سبيل لعودة الاستقرار للقارة السمراء؟ مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. استاذ، خليني اتكلم هنا على مساله انضمام بريطانيا لاتفاق الشراكه عبر المحيط الهادي. اهميه هذا الاتفاق، وهل يعتبر هذا الاتفاق عوضا عن البريكسيت او خروج بريطانيا من
من الاتحاد الاوروبي. بالظبط كده، يمكن حضرتك انت يعني مسكت اول الخيط. هو هذا الاتفاق قد يعوض بريطانيا قال عن خروج عن بريكسيت والازمات الاقتصاديه المتتاليه اللي بتمر بيها، وكانت تسببت في ان اسقطت بعض الحكومات، احدى الحكومات ما استمرتش فيها رئاسه الوزراء اكثر من 4 اسابيع على ما نتذكر. بريطانيا بتمر بازمه اقتصاديه طاحنه، يعني يمكن خلال الـ يعني خلال نقول ايه الربع القرن الاخير ما مرتش بهذه مثل هذه الازمات. الان بتحاول ان تعوض بريطانيا او بتضخ في ميزانيتها عبر هذا الاتفاق، زي ما قال التقرير حوالي 1,700,000 جنيه استرليني. هذا ممكن ان يعوضها بشكل كبير عن الازمه اللي موجوده في ميزانيتها، واللي بيحاول رئيس الوزراء اللي موجود سوناك بيحاول بشكل او باخر ان يعني عانى كثيرا لتمرير هذه الميزانيه منذ ان تولى الحكم، يعني سدة الحكم. وبالان حبتين قد تضيف هذه الاموال الى الميزانيه الانجليزيه او البريطانيه مزيد من المرونه والزخم، تعوض قليلا الخسائر اللي موجوده. بالتاكيد. خلينا نتكلم سريعا على يعني الولايات المتحده الامريكيه تنضم الى هذه الشراكه وانسحبت من هذه المفاوضات في عهد ترامب، هل مرشح انها تعود في عهد بايدن او انها خلاص هذا قرار الولايات المتحده ان يعني انسحب من هذه الشراكه؟ لا، ما فيش كلام من الولايات المتحده عن عودتها لهذه الشراكه مثل هذه الشراكه. الولايات المتحده لديها شراكات اخرى كثيره يعني تعوضها عنها، لكن هي خلينا نقول هي بريطانيا هي يعني تحديدا يعني هذه الشراكه مهمه جدا ليها. يعني خلينا ننتقل الى ملف الارهاب في قاره افريقيا، وخلينا نتكلم ان دايما استاذ عاطف يعني افريقيا ساحه صراع للنفوذ من قبل المستعمر، بقى سواء كان اللي هو الكلاسيكي القديم فرنسا والبرتغال، دخلت على الخط امريكا، دخلت على الخط الصين، دول كثيره، والهدف دايما هو استغلال الموارد الثروات وثروات هذه القاره. اما نتحدث هل هناك اراده حقيقيه لمكافحه الارهاب في افريقيا؟ إرادة من المجتمع الدولي والإرادة من الشعوب الأفريقية والحكومات الأفريقية خلينا نقول نفرق بين أمرين هنا يا أستاذ العزيز. الأمر الأول إن إحنا يعني كنا خلال ربع القرن الأخير أو العقدين الأخيرين كنا بنحذر إن الإرهاب سوف يبقى يعني يصل إلى شمال أفريقيا، تحديدا الشمال الأفريقي، وكنا بنحذر من هجرة داعش وغيره والقاعدة إلى هذه البلاد، موجودة في الصومال وموجودة في خاصة إنها بلاد يعني الأمن فيها صعب جدا. مصر عندما تولت الاتحاد الأفريقي السيد الرئيس كان هناك أكثر من مبادرة بالنسبة لأفريقيا للاستقرار يعني الأمن فيها، سكات البنادق، مبادرة سكات البنادق. أفريقيا موجوعة أو مرزوقة يعني بالانقلابات المتتالية، الصراعات العسكرية المسلحة، الميليشيات المسلحة، الإرهاب أيضا هو بيضربها. ده حاجة. الحاجة التانية اللي حضرتك تفضلت وقلت هي ساحة للصراع حوالين ثرواتها. أنت يمكن ذكرت الاستعمار الكلاسيكي القديم، إحنا نقدر بقى نضيف فيها دول تانية كتيرة جدا. تركيا بتشتغل في أفريقيا، الصين بتتصارع بشكل كبير جدا، بريطانيا بتتصارع، فرنسا عبر كمان المدير العسكري الموجود في مالي ومالي وغيره، سواء شويه تسحبه وشويه ترجع تبقى موجوده يعني من خلال الوجود العسكري. كل هذه الامور بتخلي هذه القاره ليست مستقره امنيا ولا عسكريا. هذه القاره للاسف الشديد اهلها في ظل هذا الاضطراب اللي موجود ما بيعرفوش يستفيدوا من ثرواتها، وبالتالي يعني عايزين نقول ان المجتمع الدولي طبعا على مستوى الامم المتحده وعلى مستوى مجلس الامن وغيره بيطلع كلام جيد جدا وكلام وبيانات رائعه وشكلها انساني ورائعه، لكن في الحقيقه ما فيش تدخل على الارض بشكل حقيقي لتغيير الاوضاع. فيعني خلينا نقول بقى ربنا يعني هو سبحانه وتعالى هو المخرج الاخير يعني. اكيد. يعني بشكرك في نهايه هذه الحلقه من نهايه الاسبوع التي استعرضنا فيها مع ضيفي الاستاذ عاطف عبد الغني يعني اهم الاحداث المحليه والعالميه. بشكرك شكرا جزيلا، كل شكر التقدير لضيفي الاستاذ عاطف عبد الغني، بشكرك شكرا جزيلا، واشكر كل الساده المشاهدين على حسن المتابعه. القاكم دائما على خير، الى اللقاء.